لا مبروك علينا صاحب البطولة والحمد لله بنهائي كاس، معناها كما تعرف نهائي كاس يكون في آخر الموسم، هذا نهائي كاس بديناه في بداية الموسم، تعرف اللي فرق كلها قامت بتحضيرات وناس كلها تباخى، ما تعرف الفورما في ماتش كما هذا تنجم تحضر تنجم ما تحضرش، المهم يلزمنا نتعلموا النهائيات هذونا يتلعبوا باش تلقى مستوى طيب مع زوز من زوز فرق، يتلعبوا بعد 5-6 مباريات مش يتلعبش معناه في بدايه الموسم. الحمد لله مباراه عدات، معناه ما كناش في المستوى المطلوب في الشوط الاول اللي هو اثر علينا، الشوط الثاني كنا احسن حتى في النتيجه، الشوط الثاني احنا سجلنا اكثر دونك اثر علينا الشوط الاول، هذا كله بدايه موسم، ماتش من الماتشات لازمنا نكملوا توا ندخلوا في البطوله، عندنا زوج مباريات وعندنا بعد بطوله عربيه ان شاء الله يكونوا احسن منها باذن الله.